هفضل احبك انا ليل نهاري حقول انت حبيبي انا. ولا الف صرخة الم ولا الف دمعة ندم وقت الفراق اتحسم. قلبي ليك انا روحي فيك من كتر حبي بخاف عليك. صاحب ابتسامة مميزة تخفي خلفها صوتا قويا يمتلك القلوب بإحساس دافئ، هو الأقرب دائما لوجدان محبيه. استحق به لقب أمير الغناء العربي وهو نقيب المهن الموسيقية، إنه الفنان هاني شاكر. عشانك يا عمري حعيش بس بيك وبحلف بعمري بغيب عن عينيك. أنا ملك قلبك أنا روحي فيه. ولد في 21 من ديسمبر عام 1952، بدأ حياته الفنية صغيراً وكان أول دخوله في عالم الفن في فيلم سيد درويش، حيث قام بدور سيد درويش وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد. فوتن صف والليالي والزمان وليلاقد ضد أنوار. عفارم عليك يا ولد. غنى هاني شاكر أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته حتى هذه اللحظة، منها جرحي أنا، أنا قلبي ليك، بتحبي لو بتحب حقيقي. كان إخلاصي هو خطيبتي، كان إحساسي إنك مش ليا صدمة حقيقية كبيرة عليا، كان إحساسي بغدرك بيا كل مرة. بالإضافة إلى تجربتين مسرحتين بعنوان سندريلا والمداح مصر بلدنا. يسيب روحي الهيمة مشدودة لفوق لفوق. عاصفة من الأحزان ضربت حياة أمير الغناء العربي لوفاة ابنته بعد صراع مع المرض، أعلن بعدها نيته اعتزال الغناء ورفض الظهور في الحفلات الغنائية، ليظهر بعد ذلك بعيون دامعة ويعلن إنه سيواصل مشواره الفني بناء على وصية ابنته دينا التي طلبته بعدم التوقف عن الغناء أبداً، ليطلق أغاني أهداها لروح ابنته الراحلة كان آخرها أغنية بعنوان برواز صورتك. برواز صورتك لسه ما كانوا من يوم ما انت معلقتي. هاني شاكر فنان جمع بين عذوبة الصوت ورقة الإحساس وصدق الأداء، مما أهله ليكون اليوم أحد أكبر نجوم الأغنية العربية، ونجح في أن يجسد بالغناء كل حالات العشق الإنساني بفرحه وآلامه ولكن بطريقته الخاصة. لو كان عمري بإيديا، لو كان يرجع شوية، لو كان عمري بإيديا، لو كان يرجع شوية، كان لا زمن ولا قوة هتبعد إيدك عن إيديا.